طبعا هذا المعسكر يعني يزرع في القلب عبر كثيرة وغرز كثيرة، مثلا علمني كثير من الأشياء. طبعا علمني كيف ممكن أتعامل مع الناس اللي برا، المساكين، الفقراء، إيش ممكن أساعدهم بإيش، كيف يعني إيش أستفيد من التطوع، وإيش الأشياء اللي بتصير فيني بعد ما أتعلم التطوع. لقد شاركت اليوم في معسكر حصاد التطوعي، ولقد تعلمت الكثير من الأشياء المفيدة ومن أصدقائي ومن المتطوعين، وهذا كان يومي الأول. لقد استفدت الكثير من المعلومات الشيقة والجميلة. وهذه المرة الثانية أشارك في الحصاد التطوعي، وهنا تعلمت الكثير من الأشياء والتطوع وماذا يعني التطوع، وشاركت في التطوع وكنت سعيدا عندما أرى السعادة في وجه الناس.